لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Dear brothers and sisters, inshallah ta'ala, those who are watching our YouTube channel, inshallah, we are going to be praying Salatul Eid here at ICGC, just with the Sheikh Mahmoud and Brother Ali and Brother Henry and a couple of our IT team members. Please, at home, pray not with us. So pray by yourselves, with one of you to be imam. You may watch us as we pray, and you may, inshallah ta'ala, short right after prayer, I am going to give khutbatul Eid, and you also are encouraged to, inshallah ta'ala, listen to the khutbah, and find, inshallah, hopefully find some benefit in it, inshallah. Jazakumullahu khayran, wa kullu amin, wa antum bi khayr. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك عبد الله الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الدين عبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر.